طبيعة الدراسة وكمان أدهم. عايز أروح لعلي. علي، أنت كان عندك اختيارات حلوة أوي قلت لي عليها قبل ما نطلع على الهواء، فكرة المساحة، دراسة المساحة. مين قال لك على القسم ده أو إزاي اطلعت عليه؟ هو الأهلي كان مدرس التاريخ، آه كنا من كان بيشرح لنا عن أعمال محمد علي واهتماماته لما كان هو في مصر، إزاي معمل اهتم الدولة الحديثة. لما كان بيعمل الدولة الحديثة عن طريق المساحة وكده. فلما سألت الدكتور بعد ما خلصنا شرح عليها، قال لي دي ممكن تخشها عن طريق أدبي، بس هي بتحتاج مجموع. فهو اللي ركزت عليه، ركزت أنا جاي مجموع عشان القسم ده. اه هي موجودة بالتالي في كلية الآداب قسم جغرافيا، المساحة ده. اه إن شاء الله ناوي تدخلها ولا لسه برضه هو عندك لسه اختيارات؟ هرتب مع الأسرة برضه بعد. لسه عندك اختيارات وبتتشاوروا يعني. ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويوفقك. طيب أميمة، عايز أرجع ليها مرة تانية. أميمة سامعانا؟ أميمة. طيب يا أميمة، عايز أتكلم على الشخصية اللي بتكون ملهمة في حياة الطالب. أنت بالنسبة لك مين كان مثل أعلى أو حابة يعني تمشي على نهجه؟ طبعا بالنسبة لأي حد أهلي دايما بيبقوا أول ناس، يعني شاف نجاحاتهم، شافهم قدامه، يعني دايما بيكون هم حاسس بجد عليك. فأنا أهلي كان دايما دورهم في حياتي كويس، دايما هم أكتر ناس بشوفهم وبحب إن أنا أتكلم. ربنا يبارك لك فيهم. عايز أعرف، أنتوا عندكم في الأسرة في أطباء ولا أنت هتكوني أول طبيبة إن شاء الله؟ انا بس يمكن مش سامع اميمه كويس، يمكن في مشكله في الصوت، ولكن انا سعيد جدا بيها والله. هي بنت جميله متفوقه ناجحه، بنتمنى لها كل التوفيق، هي وكل زمايلها اللي طبعا ربنا وفقهم واكرمهم وطلعوا من الاوائل، او حتى اللي هم تجاوزوا مرحله الثانويه العامه. بنتمنى الخير والتوفيق لكل الشباب اللي داخل بقى على اعتاب المرحله الجامعيه. فانا بشكر جدا ضيوفي الكرام اللي نوروني النهارده. بشكر أميمة محمود الأولى على الجمهورية علمي علوم، كانت معانا عبر زوم. وبشكر كمان علي عامر الأول على الجمهورية أدبي دمج تعليمي. بشكرك جدا يا علي، شكرا جزيلا وألف مليون مبروك مرة تانية. بشكر كمان محمد أحمد صاحب المركز الثاني على مستوى الجمهورية شعبة علم رياضة. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا وألف مليون مبروك. وبشكر كمان أدهم محمود الحاصل على المركز الأول على الجمهورية شعبة علم رياضة مدارس استيم. بشكرك جدا يا أدهم، وبتمنى لكم طبعا كل التوفيق وتكونوا كده حاجه كبيره جدا في المجتمع ان شاء الله. شكرا جزيلا. نطلع لفاصل مشاهدينا، بعد الفاصل عندنا مجموعه اخرى من الطلبه الحاصلين على مراكز متقدمه على مستوى الجمهوريه في امتحانات الثانويه العامه، الاوائل لسه مكملين معانا بعد الفاصل.